عشاق شخصيات ووحوش أفلام الخيال العلمي كانوا على موعد للاقتراب منها بل وتجربتها في أول معرض أقيم لهذه الكائنات في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الجاري. وتمكن عشاق هذه الشخصيات من كافة الأعمار من التعرف عن قرب على بعض ملابس هذه الشخصيات الخيالية التي استخدمت في الأعمال السينمائية العالمية، فيما عرض مصمم المكياج كيفية صنع هذه الشخصيات. وضم الحدث خبراء مشاهير في مجال تصميم مكياج هذه الشخصيات مثل مارك كولير الحائز جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في المكياج خلال عامي 2012 و2015 عن فيلمي ذا آيرون ليدي وذا جراند بودابست هوتل على التوالي. وأتاح المعرض لكثير من الحضور فرصة التعلم عن قرب من مصمم المكياج في أفلام الخيال العلمي الشهيرة مثل كريستيان مالت الذي شارك في أفلام شهيرة مثل The Theory of Nothing وميشن امبوسيبل Rough Nation وGuardians of the Galaxy. وقال بارني تراتلز إنه عاشق لأفلام وشخصيات الخيال العلمي منذ أمد بعيد، وإنه يأمل التعلم من خبراء في هذا المجال مثل مالت نظرا لكونه معجب بأعماله. ويقول منظم المعرض إنهم سعداء للغاية بالشعبية التي حققها الحدث، وقدموا وعودا بألا يكون النسخة الأخيرة منه. محمد الجبالي، رويترز.